لم يمر عيد الأضحى على الجزائريين مرور الكرام، فمرارة جائحة كورونا وإرهاصاتها الصحية والنفسية رافقتها عوامل أخرى لم تكن بالحسبان، فزادت الجو تعكيرا. وإن كان صبرنا على الجائحة كابتلاء من المولى عز وجل، فلا مبرر مرة أخرى للصبر على فعل البشر، سيما إذا ثبت أنه مقصود مع إصرار وترصد. اشتعلت الغابات وسطا شرقا وغربا في يوم واحد، ملتهمة مساحات شاسعة منها، وارتفعت بسببها درجات الحرارة وجفت الحنفيات في بعض الأحياء، وغرقت مدن أخرى في ظلام دامس بسبب انقطاع الكهرباء دون سابق إشعار، وتعطلت محطة تحلية مياه البحر، واصطنعت الطوابير الطويلة أمام أبواب مراكز البريد والبنوك بسبب ندرة حادة في السيولة لم يسبق أن شهدتها البلاد من قبل. أفعال لا يمكن للعاقل تقبل فرضية انعزالها أو جاءت محل صدفة، هو ما جعل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يأمر وزيره الأول فتح تحقيق فوري في أسباب هذه الحوادث التي تزامنت وعيد الأضحى المبارك. وقد سبق للرئيس أن شكك في طبيعة الاعتداءات الأخيرة ضد الأطقم الطبية واعتبرها مدبرة، الهدف منها التشكيك في قدرات السلطات لتسيير الأزمة الصحية. وهنا يكمن التساؤل، هل الأحداث الأخيرة تحمل نفس الهدف؟ نتائج التحقيقات ستكون كفيلة لرفع اللبس والكشف عن المدبرين الكائدين لاستقرار البلاد، وسيكون لهذه النتائج الوقع الأكبر إذا تم الكشف عنها للرأي العام. فهل سيفعلها الرئيس؟